مرحبا بكم أصدقائي من جديد على قناتنا شادي يوجي أو. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حطوا لايك لهذا الفيديو أصدقائي واشتركوا في القناة إذا أنت ما كنت مشترك في القناة حتى تصلك جديد المجموعات في لعبة يوجي أو دولينكس. واليوم أصدقائي حقلت أنت في سلسلة صعود الماكس في بطولة العالم الجديدة، إذا أنتم متحمسين لهاي السلسلة أصدقائي لايكم بحمسني أنا، وإن شاء الله أقدم لكم فيديوهات أكثر وأكثر وبأسرع وقت إن شاء الله. واليوم معنا أصدقائي مجموعة، هلا راح نشوفها، مجموعة الساموراي. تمام أصدقائي، راح تقولوا لي إنه الساموراي على يابان وضعيفة ومن هالكلام. طب أوكي أصدقائي، خلينا نلعب فيها ونجرب ونشوف قوتها، هل راح تنافس في البطولة ام لا. مثل ما انتم شايفين اصدقائي، لو حابين تعملوا لها نسخة يعني تعملوا مثلها تساوي اصدقائي، ما بدي اشرحها كتير، في فيديو لشرح لها، فاذا انت حابب راح احط لك الفيديو في الوصف ان شاء الله. حتى ما نطول عليكم نبلش في الفيديو بسرعة ونصعد في الرينج. اوكي اصدقائي، لكن الإضافة الجيدة هذا الفخ يا أصدقائي بيعمل ريتين أوف ذا 6 ساموراي. هذا يا أصدقائي لو أنت وحشك 6 ساموراي دمر تقدر تسترجعه من المقبرة لوضعية الهجوم، فبطاقة جميلة جدا وأنصح الجميع أن يحطها. فيلا خلينا نبلش في المجموعة أصدقائي ونصعد فيها ونشوف يا راح تصعدنا يا راح تخسر فيها. شكله اليوم النت عندنا سيء. ان شاء الله بس يكون النت جيد. اوكي اول مبارزة، واو اول مبارزة ضد يوبن ما شاء الله. المهم ان شاء الله بس يكون النت جيد وخلص، هذا اهم شيء. ماي نيم از يوبن. اوكي هلا راح يجيب لنا يوبل. تمام تمام فخ، واو اوكي يا اصدقائي راح لنا دورنا، لأنه محتاج أعمل تشين إلو بس ما يفاجئنا بشي، محتاج أعمل تشين إلو. أوكي
شفتوا اصدقائي من فعلت قدرته لانه عملنا تشانلو. اوكي تمام هاي البديه. مو وقته يصير هيك والله مو وقته يا اخي. ما بترحموا انتو ما بترحموا. اوكي انا هدوره. سحبنا جيد. هلا بنفعل شيئين. نعمله نيجيت. اوكي نهجم. معي نيم زيوبة. راح تعمل شيء. انها دوره. اوكي راح نجيب هلا هاي. لا نجيب هاي. بعدها نجيب انيشي. اوكي طبعا نجيب ارمي ارميديز. هلا نجيب انيشي كمان القدرة الخاصة. ونهجم. بام هزمنا يوبل كل تأثيراته. لايك لك يا صديقي اللايك. مبارزة جيدة وجميلة. اوكي خلينا نبلش في المبارزة الثانية. تمام اوكي يا ترى شو راح تكون.
اكيد فيها بيت داون، يبقى يا اما الريد ايز يا اما ماسك فيه نيس فيوجن او اي شيء راح نعرف هلا. نجيب النص، نجيب الشين بتاع اللي فيه النص. يلا صديقي طيب واو خفت بحب ارجع لك اياهم مرة اخرى. I am sorry. بعد نجيب فوما فاتح في قومة نجيب بزارو فعلها نجيب إنيشي فعل قدرة. كم كوريبو معك؟ ما معه شيء. ما معك شيء يستحمل يا صديقي، أنا آسف. ما معك شيء يستحمل يا صديقي. اوكي صارنا اصدقائي دي ليفل 17. هذه كانت سريعة جدا، لكن اذا انتو عجبكم هيك الشغلة اصدقائي حطونا لايك لهذا الفيديو وخلينا ثواني بس اشوف كم الفيديو موصل. حلو، خلينا اصدقائي نوصل هذا الفيديو 20 لايك، واذا وصل 20 لايك اصدقائي ان شاء الله بكرة بنجيب مجموعة جديدة وبنلعب فيها وبنوصل فيها دي ليفل 18. واكتبوا لي ارائكم اصدقائي في الكومنتات واشوفكم بخير. مع السلامه.